حياكم الله. بعد استبعاد العداء العراقية دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب قواعد مكافحة المنشطات، إذ تم رصد مواد محظورة في فحوصها الطبية، عاد الجدل إلى الواجهة دون الجزم بما حصل فعلا مع العداء البطلة العراقية. يلجأ بعض الرياضيين إلى تناول المنشطات لكي تعطيهم القوة البدنية لنيل الأهداف التي تتطلب جهدا عاليا وتحقق الإنجازات، مما يدفع الجسم بعد ذلك إلى الشعور بحاجة إلى المزيد من هذه المنشطات. هنا لابد أن نذكر أن الاتحاد العراقي لألعاب القوى أصدر بيانا تضامن فيه مع العداء وشدد على إنجازاتها الكبيرة، وأفاد وهنا الناحية الغريبة بأن العداء دانا حسين خضعت لعملية تجميل في أنفها والمواد المشكوك بها نتيجة لتلك العملية. معلومات أخرى أشارت إلى أن حسين تتناول مادة الكورتيزون بسبب معاناتها من الحساسية، أما هي المعنية فقد أكدت أنها لم تتلقى رسميا قرار وقفها. للحديث عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو اختصاصي جراحة عظام والإصابات الرياضية الدكتور وليد قائد. دكتور وليد صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا فيك. دكتور وليد، اليوم يعني حتى في الصلاة الرياضية أصبح من يريد عضلة مقسمة مرتبة جسم جيد عليه أن يذهب إلى خانة الهرمونات وبالتالي أو المكملات الرياضية، بالتالي هذه في الفحص تبين أنها مواد محظورة من قبل الاتحاد الدولي. طبعا صديقي صباح الخير أول عليكم. طبعا هي هتبين أن هي مكملات وحاجات هرمونات محظورة، محظور استخدامها طبيا لأن لها استخدامات طبية، ولكن لا يندرج تحت هذه الاستخدامات التحفيز الأداء في الرياضة، لكن هم بيستخدموها عن طريق خطأ. وتم وقف إنتاج هذه المنشطات لمجال لاستخدامها في مجال التحفيز الرياضي للرياضيين، مما أدى إلى صنعها في السوق السوداء في أماكن لا تخضع إلى الرقابة. فإذا هي غير مطابقة للمواصفات وهي فيها مخاطر كتيرة على صحتنا، بغض النظر عن البنفيت أو الفايدة اللي ممكن يستفيد منها اللاعب اللي بيفكر فيها. دكتور، يعني بعض الرياضيين يذهب إلى هذه المنشطات وبقوة، أنه يعني عنده فكرة أنه ممكن تزود من القوة البدنية، تزود من الأداء الذي والوظيفة الوظيفية بشكل عام. يعني إيه اللي بيشعر به الرياضي عفوا عندما ياخذ هذه المنشطات؟ في انواع كتير من الاسترويدات اللي بيستخدمها الرياضيين، غالبا من اشهر انواعها الاسترويدات اللي هي الاندروجين البناءه والاندرويد، وزي هرمون النمو زي الكرياتين مزيدا منهم، اللي هم اللي جسمنا بينتج زيه اللي هو التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره. فله تاثيرين اساسيين. التاثير الاولاني اللي هو زياده الكتله العضليه وقدرتها على التكرار التمرين والتعافي السريع من التمرين، مما يمكن اللاعب من انه يكرر التمرين ويتعافى منه بسهوله وبكثره. والجزء الثاني اللي هو الصفات الذكوريه، بدايه ظهور الصفات الذكوريه زي الشعر وخشنه الصوت وفي الجنسين. ولكن المخاطر اكتر بكتير، لان التاثير ده بيبقى مؤقت وله اضرار كتير. من الأضرار دي لو اتكلمنا عليها في الجنسين زي أمراض القلب، تضخم، بما أنها بتضخم الكتلة العضلية فمنهم عضلة القلب، فبتضخم عضلة القلب وبيؤدي إلى ارتفاع بضغط الدم، التأثير على الكبد، التثدي أو الجينيكوماستيا في الرجال والعكس في السيدات سبحان الله، اللي هو بيبقى ضمور في حجم الثدي، العقم في الطرفين، أشياء أمراض نفسية. طيب دكتور، بالنسبة لدانا، اليوم يقال أنه عملت عملية، تأخذ كورتيزون إلى آخره من هذه الأدوية، يعني عايشة حياتها الطبيعية. هل من الممكن أن تؤثر هذه الأدوية اللي إحنا نأخذها بأنه بالفحوصات على الرياضيين؟ أنا أقصد الاسترويدز. لو هي استرويدز، لو كورتيكوسترويد ممكن تؤثر الاسترويدز، اللي هو الكورتيزون حتى وإن كان بنسبة قليلة، وإن كان يعني يبقى لفترة طويلة ولا من الممكن أن الجسم يتخلص منه؟ لا يتخلص منه، بس على حسب الاستمرارية اللي بيستخدمها. يعني حد أنا بستخدمها يومين ثلاثة كعلاجي، ولا أنا لونج يوزر أنا بستخدم بقالي كتير وبستخدم كميات كبيرة، خاصة اللي بيستخدمها لفترات طويلة بيحتاج يزود الجرعات المعتادة عليها، فدي بتظهر خاصة إذا مريض حساسية بيستخدم الكورتيزون بشكل مستمر. طيب يا دكتور، اليوم حتى في بعض الأطباء يذهبون إلى أنه المكملات الغذائية، البروتين شيك هذا
من الممكن أن يسبب لك جفاف في الكلى، البي ال بي سي ار بي سي بي سي ار بي سي ار بي سي ار بي سي ار بي او اي هذا من الممكن أن يسبب لك جفاف في الكلى، وبالتالي الرياضيين اكثر اصابه. الفائده حتى من البروتين ده، اي واحد فينا بياخد وجبه بروتين طبيعي هو افضل، أفضل. وكمان ما فيش حاجات نتائج ظهرت ان ده بيزود الاستفاده من ان انا اخد بروتين مكمل غذائي مع الوجبه الغذائيه الطبيعيه للبروتين بتاعي. لا توصي حريص، انا اخذ بروتين ودهون الفا بس. شكرا جزيلا لاختصاصي جراحه عظام والاصابات الرياضيه الدكتور وليد قائد. عفوا، اهلا وسهلا، شرفتوني، اهلا وسهلا بكم.